يا بنات بتقول اننا هنفاجئك بالوان الصيف الجديده. انا عايز رياكشن مفاجاه. ها مفاجاه مع بهار. اوكي اكتر. ده رياكشن انبهار. انت كده تايهه من منطق. ما ينفعش يا جماعه كده، حرام عليكم. ايه ده؟ ايه اللي معدي وراكوا ده؟ دي سمكة قرش! يا نهار اسود! سمكة قرش! ادي لي من العريض! وعامل اللي فيها بالزمالك، ما انتوا من بشتيل اهو! انت كنت بتضحك علينا؟ سوري يا صافي، معلش، ثانية واحدة. ألو صافي مين يا عم؟ انت فين يا حازم؟ وما بتردش على ابوك ليه؟ ده قلب عليك الدنيا. لسه مكلمني من العربيه وجاي على هنا، لازم تيجي دلوقتي. اجي فين يا رؤوف؟ انا في السيشن. يا نهار اسود، انت لسه في العين السخنه؟ ده فاضل ساعه على اجتماع الوفد الايطالي بتاع شركه فيرونيكا. اوبا، ده انا نسيت خالص يا رؤوف. طب بقول لك ايه، عطلهم شويه قبل ما اجي. هركب العربيه واجي لك مسافه السكه. اوكي مع السلامه بنات. انا خمسه وراجع لكم. ها مع نفسيكم انتوا. شد يا سميع، شد يا سميع. صباح الخير يا فندم. اهلا. اما تدور تيشرت التامين موجود عندي في المكتب، وعايز اتقابل حضرتك ومقدمه عرض هايل لتامين المكن الجديد بتاع الشركه، ومش هتاخد من وقت حضرتك غير 10 دقايق بس. تامين ايه دلوقتي الكراقه؟ واعتذر لبتاعه التامين دي، انا دماغي مشغوله باجتماع فيرونيكا. الاستاذ رد عليك ولا لسه؟ رد يا فندم، رد. كان غصان فين الكام يوم اللي فاتوا دول؟ بيشتغل، بيشتغل يا فندم. بيصور البوسترات الجديده بتاعه المكياج الجديد بتاعنا في العين السخنه. ده تلاقيه جرب معاه 15 موزه في مشوار العين السخنه ده، وعمال يبلبط هناك. يا بخته. نعم؟ قصدي يا فندم ده مش كريم حلاقه، ده مكياج، والمكياج محتاج موديل. هتقول ايه بتوع فيرونيكا لما يسالوني على خطه التسويق؟ التوكيل ده شكله هيضيع مننا. ما هو قاعد ينيمني يقول لي ما تقلقش، انا عامل خطه ما تخرش الميه. ما تقلقش يا فندم، اكيد عملها. عملها؟ عملها ازاي انت كمان؟ هو بيجي مكتبه ولا كل فين وفين؟ ده رؤوف حازم ده لازم يتحمل المسؤوليه بقى. يا ساتر. تفتكر يا رؤوف انا لو جوزت الولد ده وبقى له بيت واولاد هيهديه ربنا ويعقل؟ اكيد حضرتك بتهزر. حازم يتجوز ليه؟ ما كل دول بيترموا تحت رجليه وانقح منهم كمان، ومفيش حد بيقول له لا. الطويلة العريضة دي كلها ملهاش فيها غير الدعاية اللي ماسكني فيها. يا باشا، يا باشا، ما دي الحاجة اللي بنلاقي فيها نفسه. مش عارف الواد ده ازاي ما طلعليش وخد مني الجدية والالتزام. منك لله يا حازم، منك لله. We'll be right back.
أنا هعتذر لمندوبة شركة التأمين وأحصل حضرتك. معلش يا أنسة ناهد، بدران بيبي يعتذر لك ومش هيقدر يقابلك. مين اللي قال لك الكلام الفاضي ده؟ أنا قلت إن أنا بعتذر لها؟ أهلا يا هلا. أهلا يا فندم، ناهد حسين مع حضرتك. بدران كامل مع حضرتك. مع حضرتك يا باشا. اخرس خالص. أنت عارف إن التأمين على المكن أهم حاجة بالنسبة لي. يا أخي ده بيقول لك أمن تطمن. وأنا نفسي أطمن. نفسي أطمن. اتفضلي يا هاني وأنا مهتم. اتفضلي. علشان نأمن على المكن. لأن أهم حاجة في حياتي المكن. مش عاوز حد يزعجني. And I am sure, we can cover all Veronica production during 1 year. Well, seems that you have a good manufacturing plan, but we're interested to know your plan for advertisement and marketing. Don't worry. Put a summer watermelon in your stomach. يا أخي تنير على عينك. بطيخ صيفي إيه اللي هتحطه بطنها ده؟ اسكت. Sorry. Can we arrange another meeting tomorrow? وتأجلوها لتمورو ليه؟ حازم تعالى. سلم على سينيورا إلينا مديرة الشركة. حازم ماي سون. بياشري سونو حازم بدران، إل ديريتوري دي بوبليشيتا إي ماركتينج. مولتي ليوتو سينيورا إلينا. بياشيري. إيريسي كومو أماسيمو. واخد بالك؟ حلو قوي. آخر حاجة في الأماسيمو. سيكورو دي كوزا؟ لا ديريتريشي دي لا فابريكا بيو جراندي دي تروكي دي في بير فورسا اسري كوزي بيلا. Ha vissuto nel passato in Italia? I barcaioli a Venezia mi conoscono tutti. Davvero? انت بتقول لها ايه؟ بكلمها عن دودو المراكبه اللي في ايطاليا. هو في دودو في ايطاليا؟ لا كده مش هنخلص على فكره، اي اسئله كتير هضطرها مش هسيب الاجتماع. حقك علي. اه يا حازم اشرح لها الخطه. الينا بير لا فريتا نون افري اون بيانو دي ماركتينج. Scusa? Cosa vuoi dire? Vi posso promettere grandi vendite, ma forse non sarà raggiunto. L'importante è che funziona. Cioè? Momento. Sì. Il tuo profumo è fantastico. Grazie. Dove l'hai sentito? Un'amica me l'ha raccomandato. Non ha una pubblicità? Alla TV? No, ma non ho capito. Va bene. Questo è Veronica. Certo. Perché ti piace? Perché non lascia un segno. Non ti credo. E come ti posso convincere? Questo? Son segno. Ah, vedo. Mi credi adesso? L'esperimento è il mio piano. Dobbiamo distribuire campioni alla gente, così possia descendere 1020 milioni sulla pubblicità. وعلى رأي المثل المصري اللي بيقول أدي الجمل وأدي الجمال. ماما ميا. Quanto rimani in Egitto? Due giorni soltanto. Allora abbiamo poco tempo. مش هتأخر عليكم. Andiamo. حازم انت كل ما تقفل موبايلك ابوك ياكل دماغي عشان يلاقيك. اوعى 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 اوعى. حاضر. ايه يا افندي تقدر تقول لي قفل تليفونك ليه؟ يا بابا هنفضل مقضينها شغل شغل. بستجم يا بابا. بتستجم؟ بني ادم مننا بابا محتاج يستجم. طب اتفضل تعالى لي حالا.
الجماعه بتوع فيرونيكا كلموني وجايين. انا مش عارف عاوزين ايه. انا عارف يا بابا هم عايزين يجوا ليه، عشان يمضوا العقد. بس برضه لازم تيجي. إلينا ناديك شرية. ايوه ومحدش بيعرف فيها معاها الا انت. للاسف يا بابا إلينا عندها ظروف قهريه مش هتقدر تيجي معاها. انت مين اللي قال لك؟ كفايه عليك كده. شفت يا بابا، شفت ابنك بيتعب علشانك ازاي؟ مش مهم دلوقتي، انت رجع الكاميرا تاني. حازم يا ابني انت ثروه قوميه، ولاني ساعات ما بطيقش صرمحتك. نفسي من عيني كنت اشوفك مسؤول عن زوجه وبيت. عموما مش وقت الكلام ده، انبسط يا حازم. اسرع زي ما انت عايز، خليك حر زي الطير. طير انزل على كل غصن شويه، خصوصا يا حازم الغصن اللي كان معاك من شويه. ويا ريت عشان خاطر بابا توريني الغصن ده تاني. الله، ايه يا باشا ده؟ ده انت بتنشن حلو قوي. احنا في مولد شايفني واقف وسط عصافير، انت ايه اللي جابك؟ مشتري ارض الغردقه رجع في كلامه. ايه؟ عايز يستنى لحد ما القضيه اللي المحافظه رفعها علينا يتحكم فيها. الراجل ده مجنون؟ اكيد مجنون. هو مش المحامي شرح له ان المحافظه لا يمكن ترجع في العقد بتاعها، واحنا هنكسب القضيه هنكسبها؟ يا باشا يا باشا، الفلوس اللي هتدفع كتيره قوي، والراجل برضه خايف من اللبش. السيوله اللي كانت معانا حطيناها في المكن الجديد. هنجيب فلوس منين عشان نصنع فيرونيكا؟ ايه راي سعادتك نرجع في عقدنا مع فيرونيكا؟ يا واد النصاحه اللي انت فيها دي، وان شاء الله هنجيب الشرط الجزائي منين؟ انا عاوز افهم انت مين عينك مدير مالي؟ حازم ابن حضرتك، صاحبي انا الانتيم، اجبرك تشغلني عندك. حازم حازم، كل الكوارث بيجيلي من ورا حازم. خلاص ناخد قرض. قرض بقى واجراءات، ومفيش بنك حيوافق يدينا اي قرض في الظروف المهببه دي. مش بقول لك انت مدير مالي فاشل؟ طب ايه راي سعادتك ان في بنك خليجي فتح في مصر وسامع ان ناوي يضخ مبالغ ضخمه جدا ومحتاج عملاء كمان؟ مش بقول لك انت اشطر مدير مالي انجبته مصر؟ اسمه ايه البنك ده؟ البنك اسمه ايه؟ ايه؟ ايه يا مايسترو؟ انت بنك الشرق. ورئيس مجلس الإدارة اسمه، لحظة واحدة، فؤاد الملط. فؤاد الملط؟ كنا دفعة واحدة في الكلية. لا لا لا، انساه انساه انساه، ده راجل نمكي وما يعرفش أبوه. يمكن اتغير يا باشا، ده انتوا سايبين الكلية من يجي 70 سنة. نعم، بس حضرتك لسه شباب. عندك حق، يجوز اتغير. طيب بس احنا قبل ما نروح له ونكشف ورقنا ليه، عاوزك تعرف لي عنه كل حاجه، يمكن نلاقي السكه نخش له منها. تتقشر وانا ازقز يا باشا. رياضي ومالوش اصحاب، خروجته الوحيده هو تراك النادي. صارم جدا في شغله، يعني رخم. وريني بقى حضرتك هتعمل معاه ايه. طب اخلع انت بسرعه، اخلع. ايه ده؟ ايه يا اخي؟ مش حاسب يا كابتن؟ ايه؟ مين؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ فؤاد الملط. معقول؟ بدران كامل؟ ايوه والله زمان يا بدران. وحشني يا فؤاد، والله وحشني قوي قوي قوي. يا والله ما اتغيرت يا فؤاد، طول عمرك نشيط ورياضي. يا محاسن يا ليلى. وانت برضه ما اتغيرتش. ليه؟ عينك زايغة. لا انا بس بمرنها عشان ما تعطلش. طول عمرك دمك خفيف يا فؤاد. يا فاكر يا فؤاد؟ والله ايام. فاكر ايام امتحان المحاسبه؟ فاكر لما بوست ايدك عشان تغششني وانت كنت هتبلغ المراقب عني؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى. انا برضه ربنا كرمك. ماشي. انت كنت فاشل في الكليه وبقيت راجل اعمال قد الدنيا. الحمد لله. على فكره انا دارس الاقتصاد والسوق كويس قوي. بقول لك يا فؤاد، ما تيجي نقعد في التراس نشرب لنا فنجانين قهوة، لأن فعلا أنا مشتاق لقعدتك الحلوة. طب ما تيجي نلف آخر ست لفات الفاضلين. إيه الرخامة دي؟ فندم؟ لا بقول لها حاضر تحت أمرك. هما ستة ولا خمسة؟ ستة. ولا اتنين؟ ستة. ستة. طيب عشان اتفضل حضرتك. اتفضل. هاي هوب.
ايوه معقول يا بدران؟ اصل حازم ابني كان يدوب عنده 10 سنين ساعه لما امه توفت. الله يرحمك يا سوزي، وحشتيني. وابنك اكيد بيساعدك في الشغل. الا بيساعدني، يا ده هو دراعي اليمين. المهم انت بقى عامل ايه واحوالك ايه؟ هو ايه الزود يا كابتن؟ فيش الا الترابيزه دي؟ ما الترابيزات كتير قدامك اهي. سلمى بنتي يا بدران. اهلا وسهلا. انا اسف يا بنتي، معلش اللبس هو اللي لخبطني. اهلا وسهلا. عمك بدران كامل عشره قديمه. ماشي. سلمى تبقى كابتن فريق كرة القدم النسائية هنا في النادي. كرة القدم؟ ما شاء الله، اللي هي بتاعت أبو تريكة وشيكابالا وكده؟ إيه ده؟ إيه؟ في إيه فاول؟ بتشرب قهوة عريق يا بابا. هو اللي غصب عليا. لا لا، ما ينفعش الكلام ده خالص. إحنا هنشرب لبن. أنتوا طبعًا عارفين إن اللبن ده حاجة مفيدة جدًا. البيض. البيض بقى بيكمل القيمة الغذائية. ده أنا ما بمشيش من غير بيض. ألاقيش ربع جبنة رومي؟ يا سلام بقى لو ضربت لك شوب كده على الصبح تبقى وحش. اتفضل. اتفضل. أنا؟ لا معلش قافيني أنا. لا 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 لازم تسمع الكلام طبعًا. أنت مش شايف وشك مخطوف إزاي؟ مين اللي خطف؟ مش عايزين بقى لوك لوك، دي فيها كمية كالسيوم رهيبة. اشرب يا بابا. حاضر حاضر. وإيه لزوم الكالسيوم ده كله وإحنا بنسمن؟ اشرب بقى. حاضر. بس بقى انا يا كابتن انا جايه يا فرج. بابا هروح الجيم اعمل تقويه على عضله السمانه. بالتوفيق ان شاء الله. ايه مواعيد الزباله دي؟ ايه على فكره الكالسيوم ابتدى يشتغل. بس دول بيضربوا بعض. معلش هي طريقتها ناشفه شويه لانها دايما في الجيم وفي الملاعب ومع فرج وكده يعني. و كابتن فرج اللي الذهب البنيه في مناخيرها ده خاطبها؟ لا فرج تبقى مدربة الأحمال هنا في النادي. بنت برضه. فرج بنت؟ بنت؟ يا راجل يا فؤاد كنت في مخلوع من ساعتها. للأسف بنتي مش مرتبطة. ولا يهمك يا فؤاد، إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيرزق بنتك بابن الحلال قريب قوي. يا رب، ده يبقى أسعد يوم في حياتي. ويا ريت اعيش واشوف اليوم اللي يبقى لي حفيد صغير اخده في حضني واقعد ابوس فيه. امواه امواه امواه. فؤاد انت كده هتشفطني. اطمن يا فؤاد، في شباب كويسه كتير. انا عايز واحد يشيل في عينيه بعد كده انا اشيله فوق راسي. مش هخليهم محتاجين لحاجه ابدا، دي بنتي الوحيده. يا عين عليك يا حازم. اتجوز؟ يا بابا الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده، ده انت من اسبوع عمال تقول انزل على كل غصن شويه، خليك حر زي الطير. لما حسيت ان انا بكلم مدحت صالح. يا حازم افهم، انا يا ابني انا نفسي قبل ما اموت اشوف لك زوجه، اشوف اولادك، العب معاهم واخدهم في حضني. حازم العمر بيجري يا ابني. يا بابا بس احنا مستعجلين على ايه؟ بقى بعد الصياعه اللي انت صيعتها في حياتك دي كلها جاي تقول لي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني ما انا هجيب لك اي حاجه، ده انا هجيب لك عروسه تفرح، عروسه تشرح القلب. ايوه هو ده اللي باخده منك يا بابا. بص يا بابا انا مش هسمع كلامك تاني، انا كل ما اسمع كلامك بلبس بعد كده. المره دي يا بابا انا ليا شروط. وامرني يا سيدي. ايه هي شروطك؟ بابا انت تعرف نانسي عجرم؟ نانسي؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش نانسي؟ حلو، ايه اللي بيعجبك في نانسي؟ رقتها. إليسا، تسمع عن إليسا؟ إلا أسمع عن إليسا. بتحب إيه في إليسا؟ عينيها. هيفا. دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها. حلو، أنا بقى عايز هيفا على نانسي على إليسا مضروبين في الخلاط كده، هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، أنا عذرك أنا عارف. هو إيه اللي هيفا وإليسا ونانسي؟ أنت عاوز واحدة تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤوليه. بقول لك يا بابا من الاخر، حلوه ولا مش حلوه؟ يو يا حازم بقى، حلوه ايه ومش حلوه ايه؟ الله يا ابني افهم، الجواز ده موده ورحمه.
ايوه بقول لك يا بابا فكك من الشويتين دول، حلوه ولا مش حلوه؟ حازم يا ابني، الحاجه الوحيده اللي اضمنها لك انك هتشوف حاجه عمرك ما شفتها ولا هتشوفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بذمتك بذمتك ده دراع واحدة بنت. سيبي الزفت ده بقى وفهميني، يعني أنت مش عايزة تقابلي الراجل، أنت عايزة تكسفي أبوكي قدامهم؟ أبوكي إدى كلمة خلاص. يا ماما من فضلك إحنا قفلنا موضوع الجواز ده من زمان. يا بنتي يا بنتي كل بنت مصيرها الجواز. وبعدين أبوه الراجل محترم وأنا عارفه كويس، يعني حازم ده ابن ناس، شوفيه مش هتخسري حاجة. أنا الجواز ده مش في دماغي أصلا. ليه بس كده يا بنتي؟ عن إذنكم بقى أنا عندي تمرين. الله، انت ليه عايزه تعملي فيا كده وما تقابلهمش؟ يا بنتي يا حبيبتي يهديكي ربنا يا حبيبتي، ما تصغريش ابوكي قدام الناس دي، وبعدين ما فيش حد هيغصبك على الجواز، دي مجرد زياره. حاضر يا ماما. السلام عليكم. السلام عليكم. بنتك دي هتشلني. معلش معلش يا حبيبي، ما انت عارف كويس قوي ان بنتك ما بتطقش سيره الجواز. حالها مش هيتصلح الا لما تتجوز وتبقى ام. لازم انا وانت نعمل المستحيل عشان الجوازه دي تتم باسرع ما يمكن. سلمى جايه حالا. انما انت حازم مش شبه بابا خالص. الحمد لله قدر ولطف. نعم اقصد لا بابا احلى مني طبعا طبعا. النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده. شكرا شكرا. مين دي؟ الشغاله. اذا كانت الشغاله كده امال العروسه تبقى ايه بقى يا معلم؟ شوف انت بقى. مساء الخير. اهلا اهلا. تعالي حبيبتي تعالي تعالي على مهلك تعالي. اتفضلي ادخلي. اتفضلي يا عروسه. ده النسكه فيه خير يا جماعه. كل ده خير. بس اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه. انت مش قلتي لي البس ملون؟ ما هو ملون اهو. سلمي على بدران بيه وحازم. اهلا وسهلا. عيش لو مؤاخذه بقى. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامه رجلك يا بنتي. اه شفت كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبرنت قامت بنت هالهطه قصاني. وانت يا حازم غاوي كوره زي سلمى كده؟ في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه. على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجريش في دمه يبقى ما عندوش نخوه. طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده؟ هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه؟ قول لي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو؟ هي السلساو نفسه؟ الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم. يا نهار اسود مش عارف السلساو؟ منتخب البرازيل ده انت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده ان ما كانش طفش اساسا. طب انا بقى هقوم اجيب لك التورته اللي انا عملتها بايدي علشان. ايوه قومي معايا. يلا قومي يا بنتي. قومي 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 يلا على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيبة كورة؟ ودي بقى لما احب اعملها فرحة اعمله فين؟ في السلة المغطاة؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط. انت محتاج زوجة تقف جنبك كتف في كتف. دي مالهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما اعرفها باصحابي اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحدة زي دي هتجيب لطافة ورومانسية منين؟ أنا حازم بدران حلم أي بنت مراهقة هيحصل فيه كده. إيه حازم بدران حازم بدران؟ يا سلام يا أخويا. أنت فاهم يعني أنت أنت الوحيد اللي مقطع السمكة وديلها؟ ياه شوف بدران بقى. انا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحده كانت تقع في دباديبي على طول. ومع ذلك لما جيت اتجوز اتجوزت امك. قصدك ماما وحشه؟ جدا. ايه؟ قصدي انا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفت راجل. ايوه بابا ماما وقفت جنبك وقفت راجل، انما انا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني انا هجيب لك من الاخر. المصنع ممكن يتقفل في اي لحظه يا حازم. وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس من العبيط. الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى. اه ده الحكايه كده عشان الشغل عايز تقضي على مستقبلي. لا يا بابا ده جواز ده جواز يا بابا. انا قلت لك اتجوز دلوقتي. شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فتره التعارف؟ خلاص مسألة في ايدك انت. طول في فترة التعارف دي على قد ما تقدر لغاية احنا بنخلص المصلحة ونخلع.
هنستنى البط عند البراميل اللي هناك دي. البنادق. ادي اول بندقيه رش. ايوه. وادي تاني بندقيه رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. حاسب حاسب انت هتصطادنا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقفني فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله في ايه؟ بطي ما بلاقي البط ده يا عم. تعال نصطاد سمك. ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك معتبر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ شش. الهجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش دي كتير. هو سيد البط كده. انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. شش. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. تولع النضاره. وقلع الساعه دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط. قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ شش. ألف حمد لله على سلامة. أنا أنا فيه. أذبح وحشي. ما تخلص يا عم مجدي عقوب. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم أهبل من أوله. هي تضربني بالبندقية. وابويا يضربني بالرش. ما كانش له أصغر إلا أبويا ياخذني بمطوة. ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من اساس. حازم الموضوع كبير فعلا وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على القرض بنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطة هو اللي هيديكوا القرض. يا اخي بس لغي البت دي. يعني ده انت خبره خبره. حازم ايه؟ في رشه واحده مش عارفه اطلعها. ليه؟ محتاجه خطاف. ايه ده؟ ايه ده؟ حرام عليكم. دي مش طريقه فرجة على فيلم رومانسي كله احاسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم؟ انت ومال رومانسيه؟ انت اخك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت. انتي انت ما عندكيش دم. انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي اقسم بالله همسع بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا انت لو كان معاكي راجل كان عارف يلفك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دبع في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم. ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر. اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي. طب تعالى لي بقى انا عرفي. انا بكده. انت يا ساتر. انت يا ساتر. يا ساتر. يعني الكام خروج اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ اعمل له ايه بقى؟ حظه كده. وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت. كنت زي ما انت شايف هي بتنفذ كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بيت فيه. شهر؟ يا طيب معلش انا حبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد من غير ما تقول يا بدران. الجواز اسمه ونصيب واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو
لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ الدموع بتغرغ فيني. قال يا بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا محندقة كده، طبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجة كده تليق بمقام عروستنا كنا جوزناهم بكرة. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعة. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وهو بيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك مش الحمام بتاع قورة الولد حازم اللي فوق ضرب فجأة موز الدور الفوقاني كله وداخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطة، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي في ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هدية مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. يا عم ما تركز معايا شويه. يا عم جواز مش هتجوز، شيلني من دماغك. يا حازم يا حازم، فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب الوجه بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك يطلب منك طلب قد كده هو تخلى بيه؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه انا مسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخده الكارت هو بطلقها. هي حكاية البنت دي؟ البنت دي اما عبيطة يا اما بتلغيني، بس مش حلوة قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقة. لولا يا عادل لو قاعد في مكان ولقيت شاب سيس بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبق له وشه خليه ما ينفعش. ده عيال مريض يا جدع، ده قال له واجب والله. بس انا رايي يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في شبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالعه من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، هفهمه غلطه ولو ما فهمش ننكحه في وشه بس. وليه بتتعب صدرك يا باشا؟ ليه بتتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه، الواد فهم غلطه خلاص. وعلى رأي المثل هزها أحسن من غزها. هو الحمام زحمة أوي كده ولا إيه؟ أبويا وأمي ضاغطين عليا ضغطة سودة أوي يا كابتن. لا وقال إيه؟ مفيش خطوبة، جواز على طول. أبوك بيصيع. عارف إن حازم ده لو فيه خطوبة مش هياخد في إيدك منت وهيمر. أنا جربت معاه كل حاجة، واضح إنه واتبت. أوعي تستسلمي وتخلي أبوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش إنتي راس حربة، يعني لازم تكوني خف ريشة، لكن بقى جواز وحمل ورضاعة. لا 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 طبعا مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا شويه هيفوقوا. الو ايه؟ طيب طيب انا جايه حالا. في ايه؟ استنى يا كاب. بابا سلامتك. ماله يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ ما خبيش عليكي القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. فلا الله ولا فالك، اعوذ بالله، يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي، هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له، اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه على ابوكي قوي؟ ايوه طبعا يا ماما، ليه بتقولي كده؟ بصي بقول لك ايه، لو ابوكي ده حصل له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتك. كفايه يا شهير. لا لازم تفهم وتعرف. رجع الماسك يا فؤاد بلا التنفس يقف وتموت. يا ساتر ايه لزوم الكلام ده يا ماما؟ انا عملت ايه؟ مش عارفه عملت ايه من ساعه ما عرف ان انت رفضتي حازم وهو حالته النفسيه بقت زي الزفت، واكيد طبعا هو ده اللي مأثر عليه. قلت لك كفايه يا شهيره،
دي حياتها وهي حرة فيها. براحتك يا بنتي. لا يا بابا، وانا ما يدنيش زعلك. الله يبارك فيك وعمالك يا حبيبي. عمرك شفت أبي يسلم ابنه التسليمه اللي انا فيها دي؟ انت غريب قوي يا حازم، كل ما ابوك يقول لك اي حاجه كده لازم تسمعها على طول. كل كوم الفضيحه اللي انا اتفتحتها دي كوم تاني. انا نفسي اعرف مين اللي عزم صحابي. انا فضيحتي بقت بجلاجل قدامهم. مين اللي عمل كده رؤوف؟ رؤوف مين اللي عمل كده؟ ابوك قال لي وانا سمعت كلامه على طول اعمل فيه اللي انت عايزه. الله يسهلك، الله يسهلك. مبروك يا ولاد، ألف مبروك. كده برضو ما تخلونيش أجيب مطرب في الفرح ده، أنا كنت ناوي أجيب لكم حمائي أو العسيلي. ولزوموا إيه عسيلي والحمائي؟ مع عصام كاريكا أهو. يا نهار أسود، هايدي المفاجأة الفظيعة دي، هايدي شربت حاجة. هي جاية شربة جاهزة. كفاية استعبط يا حازم، كنت فاكرني مش عارف؟ ما انت بتتجوز اهو. أمال ليه لما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعمل لي فيها عبيط؟ هايدي أنا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوف. أنت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها وأنت تعالي بره وأنا أشعل كله. مش همشي من هنا إلا لما أعمل لك فضيحة. هتفضحنا أنا ليه؟ مش أنت نيلة. هايدي أنت عارفة أنا داخل الجوازة دي، قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان آخد توكيل فيرونيكا، ولو إحنا خدنا توكيل فيرونيكا، هايدي هتبقى إيه؟ إيه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا، عرفتي؟ يعني لو أنت فضحتينا لا هيبقى في دعاية، ولا هيبقى في فيرونيكا، ولا هيبقى في فلوس من أساسه. يلا بقى يلا تعالي. خد أشربها أي حاجة سخنة. يلا نجمة، نجمة فيرونيكا. أيوه. الله يحرقها بلك. الله يحرقك بجد. فين يا حازم؟ أنت معروف يا بابا. طب يلا عشان تلبس عروستك الشبكة. يا نهار أسود، شكلها غالي أوي. 400,000 جنيه. خسارة فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الهباب دي؟ اتصرفت، ما لازم نقدم مقامنا ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا يلا يلا. ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا، اتفضلي يا عروسه، تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بجامة بيير كاردان. بجامة بيير كاردان؟ دي اخرها بجامة بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض. اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزك بقى تبقى زوج مثالي، رقيق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. اقوم بواجبات الزوجية مع دي؟ دي عشان ابوسها لازم اضرب لها حبايتين هابي فيس. البس البيجامه واضرب دول. هو انا صايد اوكشا من جامعه الدول؟ انت بفرض ضربت دول النهارده، بكره هتنيل اعمل ايه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. ايه ده؟ ايه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكوا خضرا. اتفضلي يا عروسه، الف الف مبروك. لي 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 لي
مبروك يا عريس. خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس. خلي بالك من عروستك ها، وما تنساش طلع من مناخيرك. حاجة طلبة يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. انت هتنام ببدله البحر دي؟ عندك منع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكره ان احنا النهارده في ليله الدخله؟ وليله الدخله دي كاننا في حاله حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شويه بوازيك على شويه مدفعيه، يعني شويه لطافه كده من الاخر، يعني رومانسيه. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسيه واللفلفه ده ما يتعملش معايا انا يا بابا. ها ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقولك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك من الاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بصي بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بيكهام قدامك. خمره ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا متجوز كابتن يا امور، وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا اجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايزه انام. ايه ده؟ ما تنام. هتنيل انام. مش عايزه مخدات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه معايا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بالف انا وشفت. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك. الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر اللي محتاجها الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ بعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ماشي يا ماما، ماشي يا حبيبتي، باي باي. انا
انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفاله وقله ادب يا ستي. هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزين يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشعاعات مبروك والعيال دي. لا لا خلي بالك، انا العضله عندي بتنمو لجوه، والعين بقى انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخيك اتنين ضغط وتفايص، هو ذوق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تيجي باخرك معايا. اتفضلي. ماشي اتفضلي. هخش بنش فلات، شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست. بيلي ريك بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ تعب بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله. ربنا يكون في عونك، شد حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. كابتن عمر، ممكن بعد اذنك تشيلني ال 16 لو سمحت؟ اه وانت ما تشيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فداء. فداء؟ لا مش عامل فداء في صورتي من 3 شهور. اه حاضر. الله يخليك، الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ ما فيكش حاجه؟ انت كويس؟ انا تمام، انا تمام زي الفل. الله يخليك، توكل على الله. توكل على الله. انت بتضحك ابوي بوتاجاز. لا ابوبه ايه؟ ده انا بالمره قلت اعمل تمرين لعضله السمان عشان كانت شاده عندي شويه. لا والله. اه انا مضطر استاذن. ها؟ انت رايح فين؟ لا معلش اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده عارفاه؟ انا هروح بقى الستيم علشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي، بعد اذنك. ايه ده؟ حد بيشيش جوه ولا ايه؟ شدني كده ليه؟ اهو طول الليل كده بقى يا ماما، شخير وبيكلم نفسه وما بعرفش انام خالص. حرام. قولي لي يا سلمى، ايه اللي هو حاطه في وشه ده؟ الظاهر كده عنده مرض جلدي. ده ما بينامش غير لما يدهن كميه مراهم رهيبه. يا دي الخيبه، يبقى اكيد معدي يا حبيبتي، يبقى خلي بالك بقى على نفسك. المهم سيبك من الكلام ده، طمنيني عامله ايه مع جوزك؟ يا نهار ابيض. اه والله يا ماما. معقوله الكلام اللي بتقوليه ده يا سلمى؟
صدقيني يا ماما ده حالته صعبه قوي، حتى اليومين اللي فاتوا دول عمال اغير له في قمصان نوم، احمر اصفر اخضر احمر اصفر اخضر، لما بقيت عامل زي اشاره المرور. يا خيبته وما تاثرش خالص، ولما جيت اساله مالك فيك ايه زقني وكان هيضربني. بقول لك ما حصلش حاجه خالص. يعني ايه؟ يعني اللي انت فاهمه يا فؤاد، يظهر بقى ان حازم جوز بنتك ده مش تمام. مش تمام؟ حازم ده جرم وشكله راجل قوي، انت عارفه حركات بنتك اكيد هي اللي بتصده. لا انا شفت بنتي لابسه قميص نوم يحرك الجبل. ويا عيني يا حبيبتي لما حاولت تتكلم معاه وتعرف ايه مشكلته اتعصب عليها وكان هيمد ايده. لا كده ما بديهاش بقى، الواد ده لازم يفضل تحت عيني ونعرف مشكلته ايه. مبروك مبروك يا ولاد، مبروك حازم. مبروك يا ابني. مبروك يا بطل. ما شاء الله عليكم حلوين حلوين، واضح ان انتوا قضيتوا شهر عسل بجد. يا ريت. بقول لك ايه يا عروسه، احنا بيتنا جاهز لاستقبالك. بعد اذنك يا بدران انا عندي اقتراح. ايه؟ ايه رايكم يا اولاد تكملوا شهر العسل عندنا في البيت؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، بس اللي يشوفه حزومي. انا بصراحه بقى عندي مانع. اقصد يعني احنا قضينا يومين حلوين قوي هنا كفايه، وبعدين اصل البيت وحشني. وبابا انا ما وحشتكش ولا ايه؟ انت وحشتني قوي يا بابا، وحشني. ان كان بقى على بدران بي هو كمان ياخد اجازه ويجي يقعد معانا كام يوم. بجد بجد يا بدران بي المنصوريه عندنا الجو فيها تحفه، ولا انت بقى مش عاوز تبقى واحد من العيله؟ انا شخصيا ما عنديش مانع. اكلك طعم قوي مدام شهيره. يعني احنا عاده بناكل اورجانيك فود ومحسوب بالكالوري، لكن مفاجاه بقى سلمى بتطبخ هايل. بجد يا سلمى؟ اه دي هوايه كده يا انكل. لا لازم تدوقينا في يوم. تدوقنا ايه يا بابا؟ ما تقدر ما تقدر احسن تسمينا ولا حاجه. قول يا حازم شكلك هفتان. حازم ركز في الحمام، ده مفيد جدا يشد العصب. حمام. حاضر يا عم. حاضر. كل جرجير، ده مفيد جدا. يا عم انا تقريبا من اول القعده اكلت غيط جرجير. غيط جرجير. كل. حاضر يا عم. طيب انا هقوم بقى عشان اتفرج على الماتش. ايه يا سلمى حبيبتي، معقوله تقومي وجوزك لسه بياكل؟ اه انا اسفه، ده بعد اذن حزومي طبعا. يلا يا جماعه هنشرب الشاي في الجنينه، انا عامل حته خلوه هتخلي اعصابكم ريلاكس. التماسيح دي انا جبتها من الهند، العلماء اكتشفوا ان الفصيله دي عضتها اقوى من عضه الديناصور 100 مره. هو باين باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعوا اسنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين امال؟ وهتورط ابوه ليه؟ انت مالك؟ ما جايز خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا. يلا يلا يلا. ده بقى الضب المصري، لسعه من ديله بألف كرباج. على فكره حماك ده يا اما ساد يا اما هبل. ايه رايكم؟ حاجه جميله مش كده؟ هي جميله في عقلي يا فؤاد. قول لي هي دي الخلوه بتاعتك؟ طبعا. أنا لما أحب أهدي أعصابي أجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. أمال لما تحس توتر بتروح فين؟ الدريم بارك؟ إيه ده حكاية أبو لهب دي؟ أيوه أيوه. بقول إيه؟ يا ريت تخليكم أنتوا الاتنين هنا تهدوا أعصابكم وأنا هروح ألبس طاسة الخضة في الأوضة. قول لي يا حازم. أيوه عمي. أنت أعصابك متينة ولا في حاجة مقصرة عليها؟ أنا أعصابي زي الحديد عمي، بس أبوس إيدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة دي، مثلا اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ لا. ادي ثمنها 10,000 دولار. اوف. ايدك اهدى. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت متاكد ان اعصابك حديد؟ عمي انا اعصابي كويسه والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هديه زنبقة لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي، هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروس الجديد بتاع عندي، عملوه الابارسه ولاد الابارسه، مش عايزين يصدروه مش عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه انت لسه صاحي؟ اضرب بقه كمان، بس اضرب بقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى فيلم لذيذ قوي بيضحك موت. والله عندك حق يا بابا، الواحد محتاج يرسل من البيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب ينفع؟ اضرب يا بابا. الحق بقوا ثلاثة.
سمعنا صوتكو قلنا نيجي نقعد معاك. اهلا اهلا. وانا بقى جايبه لكم فيلم يتجنن مش هتنسوه في حياتكم. طب شغلوه لنا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم براحتكم، حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضل. اوكي اوكي هتنبسطوا جدا. بابا. نعم بابا. يلا بينا بابا قبل ما يتحولوا ويأكلونا. يلا بينا. ما هتحولوا ساكن. يلا. لولا ان احنا اصحاب انا ما كنتش جيت لك، زي ما انت عارف اصل الموضوع حساس قوي ومحرج خالص. لا ولا محرج ولا حاجه يا حبيبتي ابدا. انت عارفه الموضوع ده بيحصل دايما في بدايه الجواز. طب انت مثلا ما حاولتوش تقعدوا معاه؟ جايز عنده حاله نفسيه، او جايز كمان انه متوتر شويه، واحتمال كبير قوي يكون في حاجه مضايقه. انا فعلا اتكلمت معاه بطريقه غير مباشره طبعا، ما اعتقدش ان عنده مشكله نفسيه. تبقى اكيد مشكله عضويه. وفي الحاله دي بقى احنا دكاتره الذكوره بندي المريض الاول في البدايه حبوب هيربر سترونج ميديسن، على فكره بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي، او حطه له في العصير، او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو كانت شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري. متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. أربار يا حبيبتي. أربار. أربار. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد انا بحذرك، الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطة واحتمال كمان. الله عليك فكرة جنة. أنا فعلا من زمان نفسي قوي في الأكلة دي، بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. على صحيح عمي، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده احسن واحد في مصر يعمل لحمه راس. اتفضل. جبت لك شوربه كوارع مخصوص يا فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش عمي انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه كوارع. انا شوربتي جايه طوعني، مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك اشربها. بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين، الشوربه اهي. ايه الصعد ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، دي الساعه داخله على واحده. معلش اصل انا شوربه الكوارع مسخناني قوي تعبان شويه. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد مش كده. اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو تفس هو كمان. اتفضل يا بيه. بنت عنايات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه انت، انا اصل
ما تجيب ابوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده عيب كده؟ استني عيب كده انت فاكرني ايه؟ افهمي بس افهمي، انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي عيب كده يا بيه؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هي دي المعجزه يا بت، اسمعي كلامي، تعالي راحه فين؟ تعالي بس هاتي بوسه. انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بيه عيب كده يا بيه. وطي صوتك يا بيه عيب كده. يا ده الفضيحه. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه للمراهقين يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا علاءات، بابا في سن اليأس. معلش يا شيخ ده انا في قمه مجدي. خلاص علاءات، حقك حقك علاء. علاءات خد خد علاءات. معلش حقك حقك علاء. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بخاطرها. انزلي بابا. يا بابا يا بابا انزلي بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لابط للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيط فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت الناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده، يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين، إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ أنا أعتقد إن بنتك على طول شايلاها معاها علشان التمرينات. أنا عارفة إنها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. أنا هروح أسألها وأنت انزل دور في الحمام. يا بابا إيه الأخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجة. هيهديك شوية هيهديك شوية. حاسب إيه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عمالة تزيد نار نار. يا بابا ده التشويه تبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا انت في حالتك مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شويه، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه مصيبه. احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا يا بابا. هنتفضح. عامل ايه دلوقتي يا بدران؟ عمي انت مين اللي قالك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي. يا دي الفضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. معلش يا فؤاد، شربة الكوارع دي كانت فكرة منيلة. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربة برضو عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنة هتريحك خالص. حقنة ايه يا عمي؟ ثانية واحدة. ايوه الحقنة اهي. حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا. يا نهار اسود. لا ايه ده ايه ده؟ يوه انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل حازم. انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، كل زعلني قوي الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده. انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقنه السكر؟ هو في حقنه السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت. يا بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا، ما تيجي اطلقها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم اتجننت. والقرض كمان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها ايه يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه، لما بشوفها مستريح. عنايات بتاع مين النسكافيه ده؟ ده النسكافيه بتاع حازم بيها، وديهوله الاوضه. لا اديهولي انا، وشوفي كده مدام شهيرة عايزه منك ايه. حاضر. يوه وات يلا بقى. التاني قال لك تسلم الحكم الفاول المساعد قال لك البنت في إشعاع، البنت في حاجة غريبة. إيه الباور دي؟ أنا
لا لا ما تدهش. انت بتكلم مين؟ ده كابتن مدحت عايز اقوله ان الجون ده اوف سايد اصلا. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ابوكي ده ليه حركات انا مش مستوعبها، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش هتشد حيلكوا كده وتجيبوا لنا حته عيل صغير. سيبك منه. لا المشكله مش في كده، المشكله في ابويا انا كمان، كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش ناويين تشدوا حيلكوا وتجيبوا لنا نفس العيل الصغير. سيبك منه برضه، انت حر في ابوكي، انما انا ما اقدرش اكسر كلمه لابويا، ابويا عصبي ونيرف. انت هتستعبط، انا مش قايلك تنسى الحاجات دي خالص. اقعد بقى كده يا بابا وسيبني اكمل البرنامج. برنامج ايه؟ الماتش خلصان من 3 ايام والناس عماله تحلل. لا ده برنامج مساء الانوار، بنفضل كده مع الكابتن مدحت لبعد الفجر. لا والله. طب بقول لك ايه، ما بلغ الكابتن مدحت شلبه كده، طالما بيعمل برنامج مساء الانوار وبيسهر بيه للصبح يعمل لنا بالمره صباح الخيرات، بدل ما يتشحطط في المروحه والمجيه يبيت في المحطه. بقول لك انا عايز اقول لك على كلمتين كده. انت اتجننت يالا؟ بصي انا اتجننت وعايز اطلع بقى جنان عليكي. ماشي باين عليك يالا مش هتيجي غير بالعنف. عرفت منين انا بحب العنف؟ والله. الله ايه الخبط والرزق ده؟ ده جاي من ناحيه اوضه نوم الاولاد، ما تيجي نروح لهم ليكون في حاجه. اقعد يا راجل اقعد، مفيش حاجه، عرسان جداد بقى وانت عارف، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، حكيم الواد حازم ابني ده ولد مجرم من غير شرب الكوارع. شكرا يا نهى. طمنيني. اطمنك مفيش فايده. مفيش فايده؟ يعني ايه؟ الحبايه ما جابتش نتيجه؟ مش عارفه اقول لك ايه، انا مكسوفه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. الولد منتهي يا فؤاد. منتهي؟ وحبيبه قلبه مامي مقطعه نفسها من العياط. لا ده جبله بقى. معلش يا حازم، أنا لولا شوية التعب اللي جولي دول وإني مش قادر أسوق أنا ما كنتش عطلتك معايا. ولا يهمك عمي. قولي يا حبيبي، إيه أنت عملت تشيك أب قبل كده؟ لا الحقيقة ما عملتش، أنا الحمد لله صحتي زي الفل. أنت متأكد؟ ها؟ يعني تطمن. يعني أنا طول عمري راجل رياضي، لا ليا في سيجارة ولا كاس ولا أي حاجة تانية، ومع ذلك قلبي تعب فجأة. سلامة قلبك يا عمي، أنا الحمد لله قلبي زي الحديد. يا ابني في حاجات تانية لازم تبقى زي الحديد. قبل الجواز كان عندك علاقات نسائية؟ الكلام ده بينه وبينك ولا انت بتسيحي؟ بتعد لحد كام؟ وبعدين؟ هو في ايه بالظبط حضرتك؟ انا اللي بسأل هنا، انا عايز اعرف بقى العلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك ماشية بصورة طبيعية ولا فيها أي خلل؟ هي وصلت للعلاقة الحميمية؟ وأنا جاي أحلل إيه بالظبط؟ تحليل ذكورة. ذكورة؟ الحمام على إيدك اليمين وأنت خارج، اختلي بنفسك. اختلي بنفسي؟ مال التشيك اب ومال الذكوره يا مدام؟ انسها من فضلك، وبعدين ايه اللي يمنع ان احنا نتاكد؟ انت عايزه تحللي القرشين؟ بقول لك ايه؟ مراتك بتشتكي منك. ايه؟ مرات انا بتشتكي مني؟ بتشتكي من ايه بقى ان شاء الله؟ عريس جديد وفي حياه الذكوره، هكون بتشتكي من ايه؟ سنانك وجعك يعني؟ ده ايه كميه الشربات دي؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ انت طيب بدل ما اعملها معاكي بجد يا ريت. لا ولا في ايه؟ بس الحقيقه حماك وحماتك اصدقاء ليا، وهم يعني اللي عرضوا عليا مشكلتك دي. مشكله؟ هي بقت مشكله؟ الخبر اسود ومنيل. مشكله؟ هي وصلت لمشكله؟ ما تلحقوني يا جدعان يا جماعه. افواد ايه؟ افواد باشا. خير يا ابني؟ خير. خير ايه؟ خير يا دكتوره. هيجي منين الخير؟ هيجي منين؟ بقى انت منيمني وجبني هنا علشان تحللي عشان شاكك في خضراتي؟ يوم تيجي كده هرجع. ايه انت سيبني حتى بره خالص؟ حرام عليك، انا هولع في المستشفى. سيبني يا عم ارجوك. انت مجنونه يا عم، مجنونه والبصر. كل حاله وليها علاج. ما تتكلمي يا دكتوره.
هتكلم اقول ايه؟ هم الرجاله كده، اول ما تقابلهم مشكله من النوع ده ما يحبوش ابدا يواجهوها. يواجهوا مين يا ولد؟ يا ولد جاي على العنبر ميزه فيا وتشككي فيها؟ انا مش هسيب الولايه دي، انا مش هسيبك. جاي تشككي في قدراتي كراجل؟ على فكره بقى يا عمي، بنتك دي كدابه، مش مداني فرصه حتى ان انا ابوسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شفتها بتعاملك بمنتهى الود والحب. ده قدامك بس يا باشا، لكن اول ما بيتقفل علينا اوضه بحس ان انا معايا سيد معوض. اسمع، انا بنتي ممكن تعمل اي حاجه الا الكد. ماشي يا باشا، انا هثبت لك. ايه يا عم انت؟ ايه؟ شفت عفريت ولا ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ كنت باخد دش، عايزين اطلع لابس ايه؟ بدله. طب راح فين؟ هو ايه اللي راح فين؟ رجع من التمرين داخل اخد دش. حلو قوي، ما تيجي بقى ناخده مع بعض. ناخده مع بعض ماشي؟ ودشك بقى وجلك وشاور جلك وشباطك ودلع. اوعى من وش السعاده. ايه الا السعاده؟ ليه؟ عشان السعاده ساعه الحزم. يعني ايه؟ يعني دقت ساعه العمل. اثبت يا حازم. دقت ساعه الزعف. اثبت يلا. دقت ساعه الانتصار. هقل معاك. لا رجوع الى الامام، الى الامام، الى الامام. احنا فين كده؟ اوكي. انت عايز تلعب الماتش والغالب يظبط التاني. اه سنتاري. اوه انتوا ساكتين ليه يا كباتن؟ ابو فين؟ ابو فين؟ الحقونا يا جماعه، انتوا مستنيين ايه؟ لما تموتني حرام عليك، حرام عليك. يا بابا يا بابا يا بابا، مش عايز اتعب عليكي، مش عايز اتعب عليكي. الله الله الله، مش عايز اتعب عليكي. قدك ده حرام عليكي، اول مره اعرف انك كدابه. من فضلك يا بابا، انا وافقت على الجوازه دي عشان اوديك، اكتر من كده مش هقدر. لا هتقدري وغصب عنك. خلاص يا فؤاد اهدى، مش كده. انا مش هعمل حاجه غصب عني تاني، سيبوني اعيش حياتي زي ما انا عايزه. يا بنتي وهي العيشه اللي انت عايشاها دي اصلا عيشه؟ انا هفضل كده ومش هتغير. ايه خلاصي عمي، عمي ارجوك. سلمى مراتي واحنا قادرين نحل مشاكلنا مع بعض. مشاكل ايه اللي احنا هنحلها مع بعض؟ لا انت طايقني ولا انا طايقاك، احنا نتطلق ونخلص. هنتطلق بس مش دلوقتي علشان ما نضايقهمش. يوه رايحه فين؟ انا زهقت بقى من العيشه اللي انا عايشاها دي. يعني انا اللي ما زهقتش؟ ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ انا حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. كلكم تافهين، ما يعجبكوش غير تلبس المحزق والملزق. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ ياه انت مش طايقني للدرجه دي؟ طب انا اتجوزتك عشان ارضي ابويا، انت بقى اتجوزتني ليه؟ علشان ارضي ابويا برضه. بقى تضحي بكل الموزز دي عشان ترضي ابوك؟ موزز؟ اه طبعا موزز. ما انت ماسك لي كاميرا وعمال تجري لي ورا البنات وتقول لي مدير واعلان. حازم تقدر تقول لي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ حاجات كتيره طبعا. ولا حاجه. على الاقل انا خدت 3 مرات احسن لعيبه في مصر. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. اتفضلي انزلي، انا هروح اسهر مع اصحابي شويه. وانا ما سالتكش انت رايح فين. ايه التيشيرت اللي انت لابساه ده؟ حاسه ان انا متجوز واحد صاحبي. قبل ما تواجه الناس بعيوبها واجه نفسك بعيوبك. يا ريت كانت مشكلتك في اللبس. فين الرقه؟ فين الانوثه؟ تقدر تقولي حاجه واحده ناجحه في حياتك تفتخر بيها؟ Thank you.
المهبب ده، عجبتين في يوم واحد. ما حضرتك تاخد عربية حازم بيه؟ لا. طب اطلع اجيب لك بتاع الكاوتش. هينفخهم ازاي بس يا عم خلف؟ لسه هيفكوهم وياخدهم وحلني بقى وانا مستعجلة. صباح الخير يا خلف. صباح الخير يا حازم باشا. افتح البابا لاني مستعجل اخر فيصل. حازم ممكن بس تاخدني في طريقك للتمرين احسن عربيتي فيها عجلتين نايمين. عجلتين؟ طب مفيش استبن؟ بقول لك عجلتين. طب مفيش استبنين؟ انجز هتوصلني ولا لا؟ رغم ان انا مستعجل بس مضطر اخدك في طريقي. اخفى من وش سعاده. جدا. سلمى سلمى كنت اسالك سؤال، هو انتوا في تمرينات الكوره بتلعبوا كوره برضو؟ لا ده سباحه. لا لا ما 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 اقصدش لطف، يعني انا اقصد ان انتوا بتلفوا حوالين التراك بتعملوا اطالات. اصل في ناس صحابي قالوا لي ان الفرجه على تمرينات الكوره ده شيء ممتع جدا. لا لا ما انصحكش، دي حاجه ممله جدا. لا بقى ما هو لحظه برضو مهمه جدا، لازم الواحد يشوف الحاجات الممله علشان نعرف الفرق ما بين الممل واللي مش ممل كده يعني. هو انت مش قلت انك مستعجل شويه؟ ده انا مستعجل جدا على فكره. تمرين ايه وهبل ايه اللي انا عايز احضره؟ انتوا شكلكم بتتاخروا في التمرينات دي صح؟ لا النهارده بنخلص الساعه 4. يا سبحان الله يا سبحان الله، انت حد قالك ان انا كمان بخلص الساعه 4 صح؟ لا هي ما حدش قال. طب وحياة باباكي، حد قالك ان هو انا بخلص معاكي من نفس الشارع ده؟ لا برضو ما حدش قال. لا ده انا كده مضطر ان اخدك معايا واحنا مروحين. لا مش عايز تعبك. لا 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 انا كراجل لازم اعمل كده، دي حاجه بتخصني يعني ما تخصكيش. اوكي اوكي باي. بيس بيس. عايزك تجهزي نسب مبيعات كل منتج من اول السنه لغايه دلوقتي. بس تحضير نسب المبيعات مش قادر اخلصه النهارده. وحضرتك جاي تاني امتى؟ خد وقتك، بعد كده هتلاقيني هنا كل يوم. في ايه يا حازم؟ سمعت انك هنا ما صدقتش نفسي، انت كويس؟ طب روح انت بقى، روح انت ما تحرجش. ايه يا عم انت؟ انا جاي هنا عشان اشوف شغلي، مالك؟ بقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش، انا اكتر واحد في الدنيا دي عارفك وحافظك. انت كويس كويس ولا في ايه؟ جرأة رؤوف. انت يا ابني اتهبلت؟ بقول لك جاي هنا علشان اشوف شغلي، مالك؟ طمنتني. حس بقى ان انت جاي تشوف شغلك. ابوك عامل اجتماع لكل موظفين الشركه الساعه 4 مع الموزعين، هتحضر الاجتماع؟ للاسف انا لازم اروح اجيب سلمى من التمرين. سلمى مين؟ سلمى مراتي. انت اتهبلت ولا ايه؟ في ايه؟ تعالى انا حازم ولا عين ولا حاجه، انا زي الفل. امال ايه التغيير المفاجئ ده؟ ولا تغيير ولا حاجه، انا اصلي صحيت الصبح النهارده لقيت العربيه بتاعت سلمى الفرده الكاوتش بتاعتها مهويه. عارف انت العيال الصغيرين اللي بيلعبوا في العربيات دول؟ واد منهم ابن لذينه فسلك كاوتش، فقلت خدها معايا يعني حاجه لله مساعده. العيال الصغيرين؟ عارفهم العيال دول؟ عارفهم انا العيال دي، العيال الرخمه. اهو الرخمه دول انا حافظهم كويس قوي بقى. طب بقول لك ايه، طالما حافظهم بقى ما تروح تشوف شغلك وبطل رخامه. النادي انترناسيونال. ايوه ايوه هي دي. بصيله بقى بصيله بقى، يلا يا عم. ايوه يا عم يا عم حرام عليك، خد الكوره. ايوه ايوه يلا جايه اهي جايه اهي، خش عليه خش عليه. على فكره انا استنيتك قدام النادي النهارده زي ما اتفقنا. واحده صاحبتي روحت. يلا بقى ماتش جامد ده باين عليه صح؟ هذا ريال وبارسا. هوبا البورصه كمان عملت فريق. بقول لك بارسا يعني برشلونه، وبعدين ده نهائي اوروبي، ايه علاقته بقى بالبورصه والمقصات اوروبا اسبانيا البارسا؟ وانت بتشجع مين بقى؟ مطرح ما ميسي يلعب انا بشجع، اصل بحبه قوي. بس تقريبا ميسي ده كان معرض لطلع الجيش هو سامح العيدروس صح؟ لا بقى طالما مالكش في الكوره يبقى النبي تفضل ساكت عشان خاطري. ها يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا بقى يلا وتعادلين. يلا بقى يلا بقى. هي دي هي دي هي دي. بس ده لعيب لعيب. انا اسفه، اصل احنا متعودين على كده يعني لما بتجيب جوان في الماتشات. في واحده تعتذر برضه لما تحضن جوزها؟ لا عادي شغلانه بقى، في حد مستقصدني. ايه ايه هو في حد يقدر يهوب ناحيه الجنينه؟ هو انا قاعد خيال مات ولا ايه؟ شكلك كده يا عم خلف. بابا عم خلف لاني مستعجل اخر فيصل. حازم معلش بقى انا اسفه، ممكن توصلني لان نفس العجلتين ناموا. نفس العجلتين نفس العجلتين. طب اتفضلي اتفضلي تحت امرك. نفس العجلتين. طب ينوع العقل زينه، ده انت غبي قوي.
يعني ايه بقى بكلمك ما بتردش عليا؟ اكيد ببقى مشغول مش قاصد. حازم في ايه؟ مالك؟ مالي؟ انا عادي جدا على فكره. لا مش عادي، انت متغير مش انت. وبعدين طب ما انا كنت بكلمك في اي وقت كنت بترد حتى لو مراتك قاعده جنبك. صدقيني لو ما ردتش بيبقى غصب عني. طب وحكايه جوازك دي هتنتهي امتى؟ اظن كفايه كده. هو فعلا كفايه كده. هند اخر مره هنبهك يا حازم، لو كلمتك وما ردتش هجيلك عش الزوجيه بتاعك ده وهعمل لك فضيحه. طب ولزومه ايه الكلام الكبير ده؟ وأشري كمان شويه. صباح الخير. أهلاً. ايه الريحه الحلوه دي؟ ازيك يا بدران؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله الاولاد وحشوني قلت اجي اشوفهم. انا مش عارف انت ليه سممت تروح، ما كنت تقعد معانا كمان. لا كفايه قوي الاجازه اللي قعدتها. ده انا رحت الشركه لقيت ورايا شغل متلتل ما جنينه لما انزل. هتتغدى معانا النهارده، انا عامل لك كباب هتاكل صوابعك وراها. حاضر. بس هم الاولاد فين؟ سلمى في التمرين، ما انت عارف نهائي الكاس قرب، بس هي زمانها جايه وحازم لسه نايم فوق. طبعا اذنكم اطلع صحيح لحسن محتاجه في حاجه مهمه قوي في الشغل. اتفضل. حازم 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 مين؟ بص على ايه؟ جون ولا ايه ده؟ اسحب جون ايه؟ دي مصيبه. مصيبه؟ خير يا بابا؟ في ايه اللي حصل؟ يشيل الجواهرجي اللي جبنا منه الخاتم لسلمى، عاوز فلوسه. بشير فلوسه؟ ايوه. مش فاهم حاجه. انا اصلي بصراحه كنت كتبت له شيك يصرف بعد الشهر، الشهر عدى. موضوع القرض لسه مخلص. شفت يا بابا؟ انت اللي عملت لي فيها نجيب ساويرس وقلت لازم نقدم مقامنا. الحل ايه دلوقتي؟ الحل انك تسلت الخاتم وترجعه لبشير الجواهرجي، لا من شاف ولا من دري. ايه يا بابا الكلام ده؟ طب افرض عرفت ان انا اللي خدته منها، هيبقى شكل ايه قدامها؟ يا سلام، خايف على شكلك قوي ومش خايف على ابوك اللي في السجن؟ يا بابا هتعميني. حاضر، دي فرصه افكر واتصرف. ايه في حاجه؟ لا لا مفيش يا مفيش. حازم يا ابني اتصرف بسرعه عشان خاطر ابوك. ها وانا نازل لهم اشوف حماك اللي عامل لي فيها بشقره. اوكي. اشتريت يا زوما. حلال عليك يا جلجل. بقول لك ايه، يومين كده ظبط كاشاتي واديك تليفون. خد وقتك يا معلم. بس بقول لك ايه، اليخت ده شاف تاريخ مشرف يا باشا ولسه هيشوف. يلا تشاو. تشاو يا بيبي. سلام. باي. واحده واحده وانت سايق كده. ها ربنا يديك خير ويكفيك شره. تفتكر جلجل ده هيكمل تاريخك؟ تاريخ مين؟ ده اليخت هيغرق بيه، ده مخروم. وابوك عارف ان انت هتبيع اليخت؟ هو كان عارف ان انا اشتريته من اساسه؟ يا عم كنت سلبت الخاتم من البيت زي ما ابوك قال لك وخلصت. هيبقى شكله وحش قوي قدامها. ده انت عرفت بنات زي القمر، اشمعنى يعني سلمى دي اللي ماسك فيها؟ دي كابتن. تعرف سلمى دي مختلفة عن كل البنات اللي انا عرفتهم. ما انا لاحظت انها لدغة. لدغة؟ سلمى انت بتدوري على حاجة؟ في حاجة ضايعة منك؟ لا ابدا، انا بس قررت اتبرع بالحاجات اللي ما بلبسهاش لدار الايتام. دار ايتام؟ طب ده كمان هتتبرع بيه لدار ايتام؟ طب ما تلبسي لي الايتام اللي هنا. على فكرة انا مميتة ومصحف الشريف. مالكش دعوة انت. بقول لك ايه؟ خد الخاتم ده انا ما بلبسوش، ملوش لازمة. انت سمعتيني انا وبابا صح؟ والله غصب عني، كنت داخله اغير هدومي. خد الخاتم بقى. خليه، ان شاء الله هتتحل. انا ما يردنيش تبقى في زنقه عشان حاجه ما بلبسهاش. عشان خاطري خد. عشان خاطري خليه. اتفضل يا بابا. ايه ده؟ شيك بفلوس الخاتم. شيك بفلوس الخاتم؟ ليه انت ما رجعتش الخاتم لبشير؟ ما رجعتش حاجه. ازاي ده؟ بشير كان هنا وساب لي الشيك اللي كتبته له، قلت اكيد انت رجعت له الخاتم. بقول لحضرتك ما رجعتش حاجه يا بابا. ازاي؟ امال مين اللي عمل كده؟ سلمى. على فكره يا بابا البنت دي جدعه جدا. سمعتنا واحنا بنتكلم امبارح. وعرضت عليا ان انا اخد الخاتم وانا ما رضيتش. انا عندي ليك خبر هايل. القرض قريب قوي هيتوافق عليه. يعني ساعتها بقى هتبقى حر تطلع وقت ما انت عايز. فعلا يا بابا. هو خبر حلو. على اذنك.
وايه اللي بيحصل ده؟ يلا يا نصرية شدوا حالكم شوية. سادتي أنساتي سادتي، أحمد مجدي يحييكم ويتمنى لكم مشاهدة طيبة لمباراة نهائي كأس الأندية للأنسات لموسم 2010-2011 بين فريقي النصر والجلاء. يا عم انت ما بتشجعش اللي انت جاي زار ولا ايه؟ الراجل ده جاسوس يا جماعه. انا معاكم ابقى لابس الفانله دي ليه؟ ابوي يلا يا نصراويه شدوا حالكم شويه يلا يا نصراويه شدوا حالكم شويه الثالثه شمال بجد كبار شكل الانتهاء. وشايف دلوقتي الحكم الرابع بيرفع اللوحة وبيعلن عن 3 دقائق وقت ضايع. وشايف سلمى داخلة بالكرة سلمى داخلة بالكرة عدت من اول لعيبة والتانية والتالتة هي والجون هتجيب جون. ايه ده ايه ده ايه ده الحكم صفر. يا ترى هيحسب ايه يا رب؟ ضربة جزاء الحكم ضربة جزاء. لما تحب تجيب جول كلم سلمى على التليفون هايدي مش هينفع اجيلك خالص النهارده انا مزنوق جدا. بص بقى انا عيد ميلادي النهارده وانا قايله لك من مده ومش هقبل اي اعتذارات. خلاص يا هايدي ما تزعليش ليك عندي هديه. حازم انا اصحابي كانوا عاملين لي بارتي وانا حلقت لهم عشان نبقى مع بعض. لو ما جيتش بقى انا هجيلك وانت عارف مجنونه واعملها. هي مش دي اوضتنا برضو ولا انا تقريبا دخلت اوضه غلط؟ هي دي اوضتنا بس انا قلت اعمل احتفال كده بمناسبه الكاس والاكل ده انا اللي عاملاه على فكره. ده احنا ليلتنا فل. ايه ده مشغل الميلودي كمان؟ امال فين مساء الانوار وسادسه مساء واستاد مصر؟ ده احنا فجرنا بقى. وانت اللي عامله الاكل ده صح؟ امال انت فاكرني مش ست بيت ولا ايه؟ هو الحقيقه لحد اول امبارح انت تقريبا كنت راجل البيت. ثانيه واحده. ايه ده؟ مبروك. فايز. هو حازم بيه مش جاي ولا ايه النهارده؟ انا سعيد. كبير. وبعدين خليك في شغلك. انت لما دي بقول لك ايه؟ ما تجيب لنا قناه مودرن، عايزين نلحق الفقره التحكيميه. انت اهتماماتك بقت كرويه قوي. اعمل ايه؟ حبيتها. هي مين دي؟ كرة طبعا. ما ترد على البتاع الممل ده ولا اقفله ولا اي حاجه؟ لا اقفله ده شيء صعب جدا. عارفه ليه؟ لان ساعات بيبقى فيه مصايب كده واخده بالك ولازم يبلغوني بيها. اهو بصي استني لحظه. ايوه خليك معايا. اهو شفتي في كارثه حصلت. انا لازم استاذن اروح اغير هدومي. يا حازم نسيت الموبايل.
كنت هجي؟ تعرف 10 دقايق بالظبط كنت هجي. حشكش بقى الرقص. شوف بقى غيرنا نروح يا بابا. وانا مالي انا؟ لا مش قادره، سامحني بقى يا رب. مش بتشرب؟ تحب نكمل في حته تانية؟ لا لا ده انا بس دايخ شويه، ده انا حتى بفكر ان انا اروح. لا تروح فين؟ انا قلت لك انت النهارده بتاعي. هايدي انا حاسس ان احنا خلاص. هو ايه ده اللي خلص؟ يعني الحوارات اللي بينا ما بقاش ليها اي لازمه. ايه ده يا زومي، انت سكرت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله؟ سلمى سلمى ارجوك اسمعيني. سلمى انت فاهمه غلط، انا بحبك انت على فكره. انا كنت جايه النهارده علشان اقفل حوارات قديمه، والله العظيم بحبك انت. ما تصدقيهوش، حازم متجوز الجواز مصلحه عشان القرض اللي كان مقدم عليه بدران بيه في البنك عند باباك. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ انت تخلصي خالص. مش اخرس، اوعي تفتكري انه بيحبك. عايزه تعرفي ليه؟ بصي لنفسك في المرايه وانت هتعرفي. هي دي اللي انت عامل عليها كل ده؟ اللي وصلت له سلمى ده للاسف الشديد انا سبب اساسي فيه، بخوف الزائد عليها. وهي صغيره كنت دايما اقول لها ما يصحش كده، ما ينفعش كده، الناس هتقول عليك ايه، انت بنت، الكلام ده للولاد وبس. لغايه ما بدات تلبس زي الولاد وتتصرف زيهم، لدرجه ان زمايلها في المدرسه كانوا يقولوا لها يا سالم. من حوالي سنتين اتخطبت لواحد بعد الحاح كبير مني انا وامها، لكن هو ما استحملش تصرفاتها، سابها وراح اتجوز واحده صاحبتها. كانت ضربه قاضيه بالنسبه لسلمى. الدكاتره كلهم قالوا لي الحل الوحيد لسلمى انها تتجوز وتبقى ام، لغايه ما ظهرت انت بالصوره. وبعد اللي انت عملته رجعنا لاول سطر. طب يا عمي انا عايز اقابلها، اتكلم معاها. هي سافرت الشاليه بتاعنا في شرم الشيخ، مش عايزه تشوف ولا تقابل حد. على فكره يا عمي انا مش جاي اصالح سلمى عشان خاطر القرض والكلام الفاضي ده، والله العظيم انا جاي عشان هو بس. قرض ايه يا ابني؟ أبوك فعلا كلمني على قرض وكان عايز يقدم، لكن هو ما قدمش من أساسه. ما قدمش؟ قبل فرحك بأربع خمس أيام مشكلة أرض الغردقة اتحلت وبعتها، وما بقتش خلاص محتاج للقرض. ونبهت على رؤوف ما يبلغكش. رؤوف؟ أعمل إيه؟ الرئيس بتاعي ولازم أسمع كلامه. يعني ما كانش فيه قرض؟ والمدة دي كلها كنتوا بتستغلوني؟ أه بضرب بيه ده داعية. إيه؟ يعني هو عايز مصلحتك. روح على مكتبك. أنا ما انكرش إن في الأول كنت عاوزك تعرف على سلمى عشان ناخد القرض،
لكن اكتشفت ان سلمى دي هي الوحيده اللي عرفت تشكمك. لما تحل بقى مشكله الفلوس والتسيبك تتربى، يمكن تعرف ان الانسان مش بشكله انما الانسان باللي جواه. طب لما انت بعت الارض ومعاك فلوس، ايه موضوع الخاتم؟ بصراحه كنت عاوز اتاكد انك بتحبها. انا فعلا اكتشفت ان انا بحبها، بس بعد ايه؟ الموضوع انتهى خلاص. لا لا لا، انتهى ده ايه؟ ما تقولش الكلام ده. خاتم اهو يا حازم، يلا روح لبسونا بس المره دي بجد. حازم. ها؟ هو لسه في اعتراف كمان؟ خير. الخاتم ده ب50,000 بس. ممكن اعرف انت بتسمعي ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ وعرفت ان انا هنا ازاي؟ على فكره سلمى، الموقف اللي حصل ده كان غصب عني. ممكن تديني فرصه اشرح لك؟ على فكره البنت اللي انت كنت قاعد معاها دي سافله، بس انا سمعت بنصيحتها وبصيت في المرايه. سلمى، سلمى من فضلك اديني فرصه. سلمى اسمعيني، انا معاكي، اكتشفت حاجات اهم من الشكل والمنظر. طب بطل كدب بقى. انا مش هكذب عليكي، انا فعلا اتجوزتك عشان القرض، بس قلبت معايا بحب والله العظيم. اعمل ايه سلمى؟ انا حسيت معاكي حاجات عمري ما حسيتها قبل كده. سلمى، سلمى على فكره انا مش بكذب عليكي. سلمى لو سمحت اسمعيني، سلمى اديني فرصه. مش قادره اصدقك، طلقني وده اخر كلام عندي. على فكره ابويا ما قدمش على القرض، انا جاي هنا علشانك. سلمى، سلمى ارجوكي، سلمى لو سمحتي. سلمى، على فكره انا اللي كنت بقول لعم خلف ينام كاوتش العربيه، بس هو كان عبيط بينام فرتتين. ماشي، انا ماسك نفسي ومش عايزه اتجنن واتهور، انا ممكن اقطع نفسي عشان خاطرك واتعور. طب لو زعلتك تاني مشيني واديني كارت احمر من غير انذار. انا مش هقبل تخاصمني وتزعل، لا مش هرضى بقى بعد الحب ده كله اتصب واروح في الارض. انا ممكن ابوس على راسك بس تحن وترضى، اصلا انا على نار. الخصام ممنوع والزعل مرفوع، ده انت اللي خصمك يبقى حكم على روحه بالموت. حقك على عيني يا مطلع عيني، من يوم ما خصمتك وانا مش مرتاح ولا مبسوط. انا مش عايز فلوس، انا عايزك انت. ايه الجنان اللي بتعمله ده؟ كفايه كده واتفضل امشي بقى. مش همشي. أوه. على فكره بقى
انا اتمرمطت عشان اقولك بحبك. شرم الشيخ كلها تعاطفت معايا الا انت. مش عايزه حد يحبني ولا بحب حد ولا احب حد. كذابه، عينيكي بتقولي ان انت لسه بتحبيني. قلت لك ما بحبش حد. طب من غير ما نغير مواضيع، انت كنت طالبه بيتزا بايه؟ بالبواخ. طب ايه رايك في البواخه دي؟ ايه ده؟ ممكن تعتبريني بطلب ايدك من اول وجديد، ودينا في شرم الشيخ نقضي شهر العسل اللي احنا مقضيناهوش. اسفه يا حازم، احنا اتجوزنا وفشلنا. اوكي يا سلمى. انت ايه؟ حجر؟ ما بتحسيش؟ ماشي يا سلمى، هطلعك اول ما هنزل مصر، بس خليكي فاكره انا عملت اللي عليا. حازم، كنت عارف اني مش هون عليكي. خد موبايلك معايا من ساعتها. خليهولك، انا كده كده كنت هغيره بس لو بيهنج. الو، ايه بابا خير؟ في ايه؟ بتكلمني بدري كده ليه؟ ايه؟ الدار ولطف، الدار ولطف. مش مهم العربية، هي غالية بس مش مشكلة. أنا راضي يا رب، أنا راضي يا رب. إيه المشبك ده؟ الدار ولطف. بعد ما اتخانقته امبارح بالليل سابك ونزل سايق العربيه بسرعه جنونيه عامل الحادثه زي ما انت شايفه. ربنا يستر. هو حالته ايه يا دكتور؟ عنده كسر في العمود الفقري، بس انا عاوزك تتمسكي. الموت ما بيفرقش بين كبير وصغير، ده كاس ودايري وكلنا هندوقه. يا ساتر يا رب. ايه يا دكتور كل ده كفايه؟ بموت بموت. حازم سلامتك يا حبيبي. حبيبي مش قادر اصدقك. ايوه طبعا حبيبي. لو كنت سمعت كلامي كان زماننا. كان زماننا ايه؟ بناكل بيتزا. اللي هي قد ايه؟ بيبروني. خساره يا خساره. قوم انت بس بالسلامه وانا اجيب لك محل بيتزا بحاله. بجد؟ يعني انت خلاص مش زعلانه مني؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في واحد العمود الفقري بتاعه مكسور ينط النطه دي؟ معجزة، ربنا قادر على كل شيء، هنعترض؟ استنى 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 استنى، ده انت نفس الدكتور اللي قلت لي ان بابا حالته صعبة وبتاع. الله 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 الله، ودي كمان نفس الأوضة. دي مستشفى الاشتغالات بقى. استني يا حبيبتي، أنا هفهمك كل حاجة. لعلم حضرتك أنا ماليش دعوة، فؤاد بيه هو اللي ظبط كل حاجة. شفت بقى أفكارك السودة وصلتنا لإيه؟ ما 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 كده يا بابا؟ بتضحك عليا؟ استنى عندك. سيبونا لوحدينا شوية يا جماعة. انت هتعمل ايه يالا؟ دقة ساعة العمل. بقولك ايه؟ دقة ساعة الزعف. انت مش قدي. دقة ساعة الانتصار. يا ضيعة الزعف. يا رجوع. بسرعة لا صور لك قديم أوام لعمل حاجة.
مش مرتاح ولا مبسوط. خلي